بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن سيجا تي 2 الإصدار الحديث، أو يعتبر الإصدار الثاني من السيجا تي 2. طبعا جهاز السيجا تي 2 حدث ولا حرج، كلنا عارفين طبعا عنه إنه جهاز متكامل، بس أرضي رقمي، بس أرضي فضائي، تايم شيفت عالي، شيرينج، منصات مشاهدة عبر الانترنت، كل ما تتخيله من محتوى ممكن تلاقيه على الجهاز ده. حقيقي كل ما تتخيله هتلاقيه على السيجا تي 2. طبعا السيجا تي 2 جهاز فيه اتنين تيونر، تيونر للبث الارضي وتيونر للبث الفضائي. طبعا هو مش بس ارضي عادي انالوج، لا ده بس ارضي رقمي الديجيتال، تمام. طبعا الجهاز بتاعنا يا جماعه السيجا تي 2 امكانيات كتير جدا، واهمها ان المعالج بتاعه معالج 2569 دي. المعالج ده منفرد بيه جهازنا، بس منفرد بيه حاليا في السوق العربي والسوق المصري جهاز السيجا تي 2، تمام. جهاز السيجا تي 2 يحتوي على عدد كبير جدا من المنصات، هنقولهم كلهم، مع كمان عدد مميز جدا من سيرفرات الشيرنج. انت عندك هنا شيرنج عالمي بيضم ترجمة احترافية، ترجمة في اي بي، وكمان بيضم تايم شيفت عالي حتى 60 ثانية، وكمان بيضم صوتيات او التعليق العربي على جميع قنوات الرياضة العالمية. تقدر تحط التعليق العربي وانت مطمن عن طريق سيرفرين مميزين جدا. السيرفرين اللي هنا هو الجوسات فيرجن 3، وده موجود على جهازنا لمدة 5 سنوات، بالترجمة الاحترافية بالصوتيات، كل ده موجود على الجهاز في سيرفر الجوسات فيرجن 3. وكمان عندك سيرفر النشير V2، والنشير V2 خلاص بقى معروف في الوطن العربي كله ان ده فور ايفر اجهزة الصن بلس واجهزة الغلابة زي ما بيقولوا. اصبح حاليا النشير موجود على جهازنا لمدة سنة كاملة بدعم للصوتيات، وصوتيات النشير محترمه جدا على الجهاز ومميزه جدا، ودايما متابعه لكل الاحداث الرياضيه على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم بصراحه. وكمان دعم الترجمه الاحترافيه الفي اي بي الخاصه بسيرفر النشير على جميع الاقمار. فانت بقى عندك هنا جهاز بيقول لك استعمل الشيرنج وانت مطمن جدا جدا جدا، ما عندكش شيرنج، ما عندكش اقمار غير نايل سات، عندك النشير فاتح لك باقه الاو اس ان على النايل سات، وفاتح لك كمان باقه الاي ار تي، وكمان عايز تشوف باقات الرياضه العالميه وباقات الرياضه العربيه وكل ما تتخيله من بطولات موجوده على منصات الاي بي تي في عن طريق الانترنت او تشغيل الواي فاي. طيب انت عندك هنا منصات مشاهده، حوالي 9 منصات مشاهده مجانيه مش بفلوس. كتير من الناس بيتخيل انه لما يجيب الجهاز هيدفع اشتراك، لا مفيش اشتراك. انت عندك هنا سيرفر نوفا ده رقم واحد على مستوى وصف مصر والوطن العربي لمدة سنتين مجانا، وعندك مارفل وعندك مافن وعندك اكس وعندك ميجا وعندك كيوت وعندك دراجون وعندك سبيد تقريبا، او حاجات في حاجات كتير كده هنقولها بالترتيب وهتشوفوا صورها على الشاشة ان شاء الله. عندك سيرفرات كتير ما شاء الله، ودايما بقول لك فعل سيرفر او اتنين وخلي الباقي، ما تقلقش هيخلص اللي عندك فعل غيره. بيجي لك فيديو شرح كامل مني شخصيا بطريقة التفعيل وبالأكواد الخاصة بالتفعيل والتعامل مع الجهاز كأول استعمال، ودعم فني متواصل مع أي عميل. الكلام ده كلام الناس كلها عارفينه. في حاجة بس كنت عايز أقولها، في ناس كتير كانت فاكرة إن عشان ياخد جهاز مني أو يشتري جهاز لازم يبعت لي فودافون كاش أو يبعت لي حجز، ما عنديش الكلام ده. أنت بتدفع للمندوب اللي بيسلمك الجهاز، الكلام ده يعني أنا ما بستخدموش. كتير من الناس، انا نفسي شخصيا ما بشتريش حاجه من على النت وادفع فلوس، لا الحاجه دي اللي بدفع فلوس. ناس كتير بتحب انها تبعت، ابعت مفيش مشكله، لكن انا دايما بقول استلم حاجتك ادفع فلوسك، تمام. بالنسبه للجهاز بتاعنا النهارده سيجا تي 2 الاصدار الجديد منه، اصدار متميز جدا على احدث سوفت، احدث ملف قنوات خاص بشهر 7 اللي احنا فيه دلوقتي. احنا النهارده تقريبا 8/7/2024، فبالتالي عندك كل حاجه تعتبر محدثه، احدث ملف اقمار، احدث ملف قنوات، وكمان الجهاز عندك 2 جيجا رام مع كمان فلاش روم 16 ميجا، يعني تقدر تحط على جهازك ده حتى 20,000 قناه.
وعدد كبير جدا من الأقمار الصناعية تقدر تضيفه لو عندك طبق متحرك أو عندك تركيبة رياضية عاملها على طبق متر. كل ده بيبقى متاح مع جهازنا النهاردة السيجا تي 2. السيجا تي 2 يا جماعة من الأجهزة الواعدة في السوق، والأجهزة الحمد لله اللي خدها شكر فيه جدا، والجهاز بسم الله ما شاء الله أداء ثابت بالنسبة للسيرفرات، بالنسبة للشيرنج، بالنسبة للصوتيات، بالنسبة للترجمة الفي أي بي، بالنسبة للمكونات وعتاد الهاردوير والسوفت وير الخاص بالجهاز محترم جدا. ميزة الجهاز إن السوفت وير عندك سهل وسلس، تقدر توصل منه أو توصل عن طريق الريموت، عن طريق ضغطة زر بس، لكل ما تتخيله داخل الجهاز عن طريق ضغطة زر الريموت. المنيو في الريموت هتلاقي نفسك أصبح أمامك كل ما تتخيله في لانشر مميز جدا، ولانشر حديث جدا، ولانشر برضو متفرد بيه الجهاز ده. لانشر اول ما بتخش عليه او الواجهه اول ما تخش عليها او المنيو بتلاقي كل حاجه انت بتتخيلها قدامك، مش هتلف، مش هت التحديث قدامك، سيرفرات الاي بي قدامك، سيرفرات الشيرنج قدامك، البحث عن القنوات قدامك، التركيب، ضبط الهوائي، كل ما تتخيله بتلاقيه قدامك فيه. وكمان بيوصلك فيديو شرح انا عامله بنفسي باذن الله لاي عميل. طبعا الجهاز بيجي لك عليه ضمان سنه. هنتكلم دلوقتي على مكونات الجهاز ونفتح البوكس بتاع الجهاز. البوكس بتاعه بوكس بسيط جدا لكن مميز جدا في امكانياته. طبعا يا جماعه اولا عشان برضو نبقى عارفين، بالنسبه للجهاز بتاعنا دايما انا بنصح حط جهازك تحت الشاشه، فوق الشاشه، يمين الشاشه، شمال الشاشه، بلاش تحط جهازك في ظهر الشاشه خصوصا في الايام الحر اللي احنا فيها. دايما الجهاز اللي فيه واجهه رقميه او الجهاز اللي دايما بيكون الجهاز اللي دايما بيكون فيه عدسة ديجيتال مدمجة داخلية في الريسيفر، خلي الجهاز ظاهر، لان انت هتستفيد ان انت شايف ارقام القنوات وفي نفس الوقت بعيد عن الحرارة. دايما يا جماعة طبعا هنتكلم، بس ايه، هطلع الاول الجهاز ونوريكم الجهاز. ده جهازنا يا جماعة زي ما احنا شايفين، ده جهاز ستار نت سيجا تي 2. تمام، طبعا انتوا عارفين البتاعه دي انا ما بحبهاش، هضطر اشيلها كده، حتى لما شلتها تحس الجهاز نور. ده جهازنا ستار نت سيجا تي 2. طبعا يا جماعه لو لاحظنا كل اللي عندنا ده دي فتحات تهويه، كل دي فتحات تهويه، وهنخلي بالنا برضو من تحت من الاسفل هتلاقي في فتحات تهويه كتير جدا ومن الاجنب. تمام، ولو لاحظنا هنلاقي البورده لازقه في حرف الريسيفر من اليمين ومن الشمال، يعني كل المكان ده عباره عن بورده، كل المكان ده من هنا لغايه هنا عباره عن بورده عريضه. البورده العريضه عندك بتسهل لك عمليه تبريد الجهاز، ده مهم جدا. البورده العريضه عندك بتديك اريحيه في ان الجهاز ما يسخنش منك بسرعه او ان الجهاز تحس ان حرارته عليت. كمان دايما انا لسه قايل بلاش تحط جهاز الريسيفر في ظهر الشاشه، خصوصا لو الجهاز جاي لك معاه كيبل اتش دي ام اي طويل، يعني الجهاز هنا جاي لك مثلا معاه كابل اتش دي ام اي، حط كده الجهاز، ده الكيبل اللي جاي لك مع الجهاز. بص الكيبل اهو، ده طول الكيبل مش 20 سنتي ولا 30 سنتي ولا حتى نص متر، ده كابل بسم الله ما شاء الله اهو، يعني حاجه متر وزياده، اتوقع ان ده متر وزياده. يعني لو انت حطيته في الاتش دي ام اي في الشاشه وخليت الريسيفر اسفل الشاشه طويل جدا ما شاء الله وطوله واضح جدا طبعا عندنا اهو، فبالتالي هو كابل اتش دي ام اي شغال كويس جدا، وانا نفسي مشغله عندي في بيتي وشغال زي الفل، وفي نفس الوقت مش حاطط الجهاز الرسيفر ورا الشاشه. خلي بالك دايما جهاز الرسيفر لما يكون ورا الشاشه بيكون مفيش معاه عدسه رقميه، تمام، لكن انت عندك جهازك نفسه فيه عدسه رقميه اهي، والجهاز مش جاي معاه سنسور اي ار او عدسه خارجيه اللي بتتلزق، لا هو دي عدسته اهي الظاهره ديت، الجزء اللي بيلمع ده هو ده العدسه الرقميه اللي بتنور لما توصل الباور في الجهاز. تمام، طيب مساوئ وضع الجهاز الريسيفر، انا معلش هخرج بعيد شويه عن الجهاز بس هرجع له تاني. مساوئ وضع الجهاز الريسيفر في ظهر الشاشه، انت في الحر في الصيف درجه حراره النهارده تقريبا 39 او 40 صح، الواحد قاعد حران، فبالتالي ما ينفعش ان انا اجي احط الجهاز ده ورا الشاشه، الشاشه نفسها البورده مديه حراره، والحيطه نفسها اي حيطه دلوقتي هتلاقيها بتدي حراره لان الجو حر، الحوائط بتمتص الحراره طول النهار وبتفرغها لك بالليل، فبالتالي انت دايما حاسس بحر وانت قاعد كده، ما بالك بقى الجهاز اللي انت حشره في الحيطه وفي نفس الوقت الحراره من الشاشه ومن الحيطه، وده يا عيني مرر فيه امبير وتيار كهربي، فبالتالي هيدفى او هيسخن مع الوقت
فبالتالي انت كده كأنك خدته حطيته في فرن، مش حطيته في ظهر الشاشة. لا، انا بنصحك نصيحة اخوية كده من اخ حبيبك حبك لله، يا ريت تخلي جهازك تحت الشاشة، واي جهاز ريسيفر خليه تحت الشاشة، نصيحة لوجه الله. بلاش تلزق جهازك ورا الشاشة وتقول انا بداري ده شكله مش شكله، لا. الجهاز حتى لو جاي لك من غير عدسة وال اتش دي ام اي الكيبل جاي قصير، اشتري كابل، انت كابل تقريبا ب 50 جنيه، بيكون كمان نظيف، وبتحطه في ظهر الشاشة، بتخلي الريسيفر ظاهر قدامك. ده افضل كتهوية لاي جهاز ريسيفر، لان جميع اجهزة ريسيفر العالم بتسخن، ده شيء طبيعي وامر بديهي جدا. اللي يقول لك الجهاز ده ما بيسخنش يبقى بيضحك عليك، تمام؟ لكن الجهاز تهويته قوية جدا، يعني جهاز هيدفى بيدفى لكن ما بيسخنش، الحمد لله بيدفى، يعني في درجة حرارة لكن مش درجة الحرارة عالية قوي، لان الجهاز فتحاته كتير جدا. طيب الجهاز بتاعنا دوت فيه هنا حاجات هنا يا باشمهندس، ايه ده؟ دي زراير تقدر تتحكم منها في الريسيفر، عندك 7 زراير بريس موجودة في الريسيفر زي ما انت شايف، تقدر تتحكم فيها في الريسيفر لو الريموت عندك البطارية انتهت او مش لاقي الريموت، فتقدر تقلب تخش منيو تعمل اللي انت عايزه عن طريق الزراير دي، كأن الريموت اصبح في الزراير، تمام؟ طيب بالنسبة للفتحات الخارجية احنا شرحناها قبل كده وشرحناها في الفيديو اللي فات، هنشرحها تاني. في عجالة، فتحة ال اتش دي ام اي، سوري، فتحة ال ام بي، فتحة سلك الدش ال ام بي، فتحة الجاك الار اف او فتحة البث الارضي الرقمي اللي الجهاز بيدعمه، عندك فتحة سلك اللان او كابل الانترنت لان الجهاز فيه واي فاي داخلي وتقدر تشغله عن طريق كابل النت، ده او ده موجود، تمام؟ دي فتحه كابل الانترنت او كيبل الانترنت، فتحه اتش دي ام اي، وعندك بعد كده سنسور الاي ار لو عايز تحط له عدسه خارجيه، وعندك فتحه الاي في الخاصه بالتلفزيونات القديمه الاوديو فيديو، لو عايز تحط بتجيب وصله 3 في 1 وتشغله على الشاشه التلفزيون القديم اللي بالجاكات، وفي عندك بعد كده فتحه التحديث باللودر، وبعد كده عندك اخر حاجه فتحه الباور ل 12 فولت ال 2 امبير، تمام؟ دي فتحات او مداخل الجهاز بتاعنا، تمام؟ طب هو فين اليو اس بي؟ هو الجهاز بتاعك من غير يو اس بي؟ لا، اليو اس بي موجود في الفتحه هنا في الواجهه، معاك يو اس بي احترافي تقدر تشغل عنده عن طريقه اي داتا موجوده على الفلاشه، فيديوهات، صوتيات، صور، اي حاجه هتلاقيها هنا تقدر تشغلها. كمان تقدر تحط ملفات القنوات او ملف التحديث للسوفت عن طريق الفلاشه من هنا، والامر سلس جدا. ده شكل جهازنا الشيك قوي الجميل قوي الرايق سيجا تي 2. طب انا كده جهازي شرحناه، تمام؟ وقلنا على بعض المكونات زي الفل. بالنسبه للريموت، معاك ريموت متعدد بيجي مع الجهاز، ريموت هو بيجي معاه ريموت واحد متعدد اهو، الريموت ده تقدر تبرمجه على الشاشه السمارت، وتقدر ان انت تقدر تفتح وتقفل منه الشاشه وتعلي وتوطي الصوت وبس، ده اللي تقدر تعمله، وبقيه الاوامر كلها خاصه بالريسيفر وبالاي بي تي في وبالشيرنج وبالصوتيات وب زرار الترجمه، زرار يوتيوب، زرار البيئه، الاي بي تي في، تقدر توصل للاي بي تي في بسهوله عن طريق الريموت، ريموت كامل متكامل، الباغ بتاعه باغ عاج قوي ناشف ضد الصدمات، وفي نفس الوقت ريموت احترافي معروف جدا في السوق ومتوفر، تلاقيه في السوق متوفر عند ناس كتير قوي وموجود، يعني حتى لو عايز تجيب حاجه هاي كوبي منه او كوبي منه بتلاقي موجود، تمام؟ كمان عندنا اخر حاجه بالنسبه للجهاز، عندنا الادابتور، عندك ادابتور 12 فولت 2 امبير او 2000 ملي امبير، هي ال 1000 امبير قلنا قبل كده في اكتر من فيديو، ال 1000 امبير بتساوي 1 امبير، 1000 ملي، 1000 ملي امبير تساوي 1 امبير، الادابتور بيجي لك 2 امبير 12 فولت، تمام؟ معاه سلك طويل تقدر تحطه وانت مرتاح في اي فيشه ببساطه جدا، تمام؟ ده او دي مكونات جهازنا، جهاز سيجا تي 2. طب هنيجي بقى بعد كده للسيرفرات. السيرفرات عندنا حدث ولا حرج ما شاء الله، عدد مميز جدا جدا. طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره كده، اول حاجه عندنا سيرفر نوفا، عندنا سيرفرات الاي بي تي في طبعا. سيرفر نوفا عندك على الجهاز سنتين لمده 24 شهر، وسيرفر مارفل لمده سنه كامله، وعندك دراجون لمده سنه، وسيرفر اكس اي بي تي في، السيرفر ده ممتاز جدا لمده سنه، وعندك كمان سيرفر ميجا لمده سنه. وكمان عندنا سيرفر مافن لمده سنه، وعندنا سيرفر هاها لمده سنتين، وكمان عندنا سيرفر بالانس لمده سنه، وسيرفر كوبرا الاردني المعروف لمده سنه، وكمان عندك سيرفر بازوكا اللي هو السيرفر الحديث لمده سنه، وسيرفر كيوت لمده 5 سنين.
وكمان سيرفر جوي الجديد في النسخة الجديدة هينزل عندك سيرفر جوي مع التحديث لمدة 3 سنوات. يبقى انت كده عندك ما شاء الله حوالي 9 سيرفرات اي بي تي في بمدد تقريبا تقترب من 21 سنة مجموعهم، تقدر تفعل واحد او اتنين وتخلي الباقي، وبيوصلك الاكواد كاملة بعد شراء الجهاز. وطبعا الجهاز عندك كمان فيه 5 سنين جوسات بلس فيرجن 3 مع صوتياته مع ترجمة احترافية، وكمان الناشير V2 برو لمدة سنة كاملة. فبالتالي عندك ما شاء الله امكانيات مميزة جدا، وعندك شغل عالي قوي بالنسبة للصوتيات. كمان الصوتيات اللي عندك الفيديو ديلي والاوديو ديلي متاح على الجهاز، تقدر تحتفظ بصوتياتك، وكمان تقدر تحتفظ بالمعلق العربي على القنوات الرياضية الاجنبية، وكمان عندك ترجمة الفي اي بي التلقائية من الناشير مع خدمة الترجمة الفورية من الجوسات بلس فيرجن 3. عندك التايم شيفت لحد 60 ثانية، 60 ثانية وده رقم كبير جدا في التايم شيفت، مع خدمة السات تو اي بي او الاي بي تو سات كمان يا جماعة، مع دعم كامل لدليل القنوات المعرب، وخدمة كورة لأحدث المباريات، تطبيق كورة موجود على الجهاز، مع تحديثات كمان الاونلاين وتحديثات الملفات، وخواص حصرية كبيرة جدا بالنسبة لجهازنا النهاردة، جهاز سيجا تي 2. وكمان يا جماعة ما ننساش أمر مهم جدا بالنسبة لجهاز السيجا تي 2، الجهاز عندنا البث الأرضي رقمي فيه حساس جدا ما شاء الله، تقدر تلقط قنوات الأرضية بصورة ممتازة جدا، صورة فول اتش دي، خصوصا طبعا قناة الاون تايم سبورت اللي بتذيع البطولات على أرض مصر، أي بطولة داخل أرض مصر بتذيعها، ودي ميزة كبيرة في البث الأرضي الرقمي. ودايما بنصح اللي عنده بث أرضي رقمي في الجهاز، حاول تركب أي اريال، سلكتين فيهم كان زي، وأنا عملت قبل كده فيديو عنهم إزاي تقدر تعمل اريال بسيط وترميهم فوق السطوح عشان تقدر تعمل بحث آلي وتقدر تنزل القنوات الأرضية. يبقى عندك كده عندك ميكس من القنوات، عندك قنوات الأرضية وقنوات الأي بي تي في وقنوات الشيرنج وقنوات البث الفضائي، فعندك ما شاء الله يبقى عندك كمية حلوة قوي، كل الجهاز بتاعنا بيدعمها بامتياز جدا جدا جدا. الجهاز عندنا بيدعم التحديث الاونلاين، تقدر انك تنزل ملف قنواتك من على الجهاز نفسه اونلاين، كمان تقدر تحدث الجهاز لاحدث سوفت على الجهاز من التحديث الاونلاين الموجود على الجهاز، كمان الجهاز بيدعم تشغيل جميع داتا الفلاشات، تقدر تحط اي داتا على فلاش وتقدر تحطها وتشغل عادي. الجهاز بيدعم ربط الموبايل بالريسيفر عن طريق خدمة ديلنا او تطبيق ديلنا وتطبيق اي كاست، كل ده موجود على جهازنا. كمان عندك يوتيوب شغال بصورة مميزة جدا، احدث اصدار لليوتيوب موجود على الجهاز مع بعض تطبيقات التيك توك وتطبيقات الدالميشن وتطبيقات المشاهدة، وانا اللي يهمني في كل ليله دي تطبيقات الاي بي تي في. انت عندك اي بي تي في بيغنيك عن اي حاجه في محطات او في منصات المشاهده، عندك اي بي تي في احترافي جدا موجود على الجهاز، ومنصات صف اول وصف تاني شغالين زي الفل. حد يقول لي ايه منصات الصف الاول وايه منصات الصف التاني، هقول لك شغل وانت تعرف ايه الاول وايه التاني، بس دايما انا بحط في الصف الاول نوفا، مافن، ميجا، اكس، كمان عندنا البازوكا الجديد مميز جدا، كمان عندنا مارفل طبعا اساسي، حوالي 6 منصات اساسية هتلاقيهم في الصف الاول. يجي بعديهم بعد كده الصف التاني سيرفر هاها وسيرفر كيوت وسيرفر دراجون وسيرفر جوي الجداد، وجوي ده انا بعتبره كمان صف اول بصراحة لانه سيرفر محتوى كويس جدا، هو دراجون كويسين جدا. اللي دايما بقلقني من اي جهاز في مصر او اي جهاز في الوطن العربي هو سيرفر هاها، ده سيرفر للاسف اصبح سيء جدا وسيرفر ضعيف جدا، وده يعتبر من عيوب جميع الاجهزه حاليا اللي بتنزل سيرفر هاها على الاجهزه، مش بحبه جدا لانه مش مستقر خالص، بقى السيرفرات كلها شغاله زي الفل. انت عندك ما شاء الله حوالي حاجه 20 سنه مجموع سنين مع 6 سنين شيرنج على الجهاز بصوتيات بالترجمه، كل ده في العملاق سيجا تي 2 الاصدار الحديث او الاصدار الجديد. في بعض الصور هنسيبها لكم ان شاء الله او سبتها لكم اثناء الفيديو، لو في اي استفسار سيبوه لي في التعليقات بالنسبه للجهاز. وطبعا كل عام وحضراتكم بخير، وربنا ينصر اهلنا في فلسطين دايما، اللهم امين. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحه وعافيه، السلام عليكم ورحمه الله.